في ليلة العاشر من يوليو تموز عام 2002، وحين شاهد العراقيون حجم النيران التي غطت سماء العراق، ربما تصوروا أن هذه الحرب ستكون خاطفة وقصيرة الأمد وستنتهي بعد بضعة هجمات جوية وحسب. لكن مع بداية الغزو البري الأمريكي للعراق بقيادة الجنرال تومي فرانكس وبكلمة السر بعنوان تحرير العراق، تنبه العديد من العراقيين أن هنالك احتلال كامل لهذا البلد وبكل المقاييس التي تحملها كلمة الاحتلال. هذا الاحتلال الذي خلف للعراق وبعد مضي حوالي 19 عاماً خسائر كارثية في الأرواح والأموال والبنى التحتية التي لا زالت شاخصة لدى المواطنين العراقيين. خسائر لا زال يتعذر تقديرها بشكل دقيق إلى يومنا هذا، رغم أننا نلاحظ بين الحين والآخر تقارير يتم نشرها من قبل بعض الخبراء هنا وهناك، ومن بين هؤلاء الحقوقي البارز العراقي علي التميمي الذي قدر حجم تلك الخسائر بما يقارب 25,000 مليار دولار. يأتي هذا في وقت لا يخفى على الجميع بأن هنالك خسائر إضافية نالت العراق والشعب العراقي من خلال نوع آخر من الغزو الذي يتمثل بسرقة عائدات النفط في هذا البلد، وهي نفس تلك الأموال التي أجبر العراق على دفعها إلى الولايات المتحدة دون أي نقاش. فعلى أساس الاتفاق الذي أبرم ما بين أمريكا والعراق عام 2010، تعهدت الحكومة العراقية آنذاك على دفع الغرامة لكل الجنود من التبعية الأمريكية الذين تضرروا إبان حكم صدام، وذلك من الناحية النفسية كان أو من الناحية الجسدية. في هذا السياق كتب كريستين يانس بأن المبلغ الذي تم التوافق عليه عام 2010 بلغ 400 مليون دولار أمريكي، بينما يعتقد بعض الخبراء والباحثين في الشأن العراقي أن على الولايات المتحدة أيضاً أن تتحمل الخسائر التي خلفها داعش على هذا البلد، ذلك لأن أمريكا إن لم تحتل العراق لم تتمكن أي قوة إرهابية من الظهور في هذا البلد وإحداث كل هذا الدمار في المدن العراقية كافة. خسائر قدرها عام 2017 رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ب100 مليار دولار أمريكي، بينما لم يتمكن العراق في ذلك العام سوى الحصول على 31 مليار و600 مليون دولار جراء تصديره للنفط. وهذا يعني أن العراق لم يتمكن من تعويض الخسائر التي لحقت به بسبب داعش حتى لو بلغت مبيعاته من النفط إلى 3 أضعاف في ذلك العام. من جانب آخر، حين نمعن النظر إلى الفرص التي سلبتها أمريكا من العراق، نجد حينها أن الولايات المتحدة قد ألحقت بالعراق والشعب العراقي خسائر مادية تقدر بأضعاف ما تم الإعلان عنه سلفا، فرص يتمثل بعضها في عدم مقدرة العراق على بيع وتصدير النفط خلال 5 سنوات.